السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة بإذن الله فيديو جميل جدا جدا جدا، هقولك ازاي تخزين الملوخية بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وتنها معاكي خضرة طول السنة، إيه ما يغيرش لونها، ما تسودش منك، إيه ما تسقطش في الحلة، هتكون ملوخية جميلة جدا جدا زي بتاعت المطاعم اللي بتشوفيها وأحسن مليون مرة. هنسمي الله ونصلي على الرسول، صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعموا أختكم باللايك والشير عشان الكل يستفاد بإذن الله. أول خطوة معنا هنجيب الملوخية، ولازم تكون الملوخية بتاعتنا خضرة مش دبلانة، وتكون مرعرعة كده وجميلة جدا بإذن الله. هنقطفها طبعا، والعروق اللي هي بالنسبة اللي في الورقة ديت هنستبعدها خالص عشان تكون الورقة بس لوحدها. بعد كده في مصفى هنغسلها كويس عشان لو فيها أتربة أو فيها أي حاجة، ولو فيها ورقة صفراء أو ورقة سمراء أو كده هنستبعدها طبعا. الخطوة اللي بعد كده معايا مية سخنة، سخنة يعني داخلة على الغلوان، ما فيهاش اي اضافات خالص خالص، ومعايا بره على الرخامة مية متلجة تمام. بعد كده بإذن الله بعد ما المية تغلي معانا، ساعة ما المية تغلي معانا هحط الملوخية بتاعتي. ما تقلقيش خالص، الطريقة دي متجربة، انا مجرباها بقالي سنتين وخلاص اعتمدها، لا بخرط بالمخرطة ولا بحط في الكبة، هي دي طريقتي. الملوخية بتبقى جميلة جدا جدا، لونها اخضر جميلة، والقوام بتاعها حلو بإذن الله. طبعا هنسيب الملوخية بتاعتنا تغلي غلوتين، وبعدين اشيلها بالمصفى بتاعتي احطها في المية الباردة تمام، زي ما يكون بديلها صدمة كده، ده بيساعد في حفظ الملوخية. طبعا شايفين اللون بتاع الملوخية بيفرق، اللون بيخضر زيادة، ولو فيه كمان وكمان بتحس ان المية بتاعت الملوخية ذات نفسها، السمار بتاع الملوخية والحاجات اللي عليها دي كلها خلاص سيبت في المية. الورق بتاعها جميل جدا جدا. طبعا هنقطف نحطه في مية باردة، يستحسن يكون فيها قطع من التلج عادي خالص، ولحد ما تبرد مننا، تبرد معانا خالص كده. وهنبدأ الخطوة اللي بعد كده، الخلاط. الخلاط لا كبة، ولا ما تتعبي نفسك في المخرطة، اسهل طريقة دلوقتي وحصري بيستخدمها المصانع وبتوع المطاعم. الخلاط هنضرب في الخلاط مع شوية مية صغيرين كده، ومش هنضرب لحد ما نخليها عصير، لأ نخلي فيها قطع صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين القوام؟ بسم الله ولا قوة إلا بالله. طبعا اللون يا جماعة بيتنه زي ما هو كده، لو قعدت معاك سنتين اتنين بيتن اللون زي ما هو كده تمام. طبعا بما اننا عاملين الملوخية، طبعا هنطبخ ملوخية النهاردة، هنعمل مع بعض برضو الملوخية ونشوف تكتها ايه وازاي تطلع معاك بالجمال اللي انت بتشوفيه بره، واطعم واحسن مليون مرة. ايه طبعا ممكن تكيسها في الاكياس، ممكن تحطها في برطمانات، كيسيها وجهزيها وحطيها وبالف هنا وشفا يا رب، ومش هتأكدي مليون في المية انها هتنها معاكي جميلة جدا جدا وطعمها حلو طول السنة. طبعا معايا الملوخية بتاعتي، طبعا الملوخية جاهزة وبحط عليها الشوربة، مش هحط الشوربة الاول وبعدين الملوخية، لا الملوخية معايا الاول وبعدين احط الشوربة شوية بشوية لحد ما القوام بتاعي يظبط معايا، اظبط الملح بتاعها. وطبعا معايا معلقة من التوم، مع معلقتين من الزبدة او اي سمنة انت بتستخدميها تمام. ايه طبعا هصفر التوم، واحمر منه شويه، هو المفروض ما يبقاش كده، هو المفروض يبقى لونه اصفر شويه تمام. هاخد كبشه من الملوخيه اطشها على التوم بتاعي. شايفين؟ بسم الله ولا قوه الا بالله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الطعم جميل جدا جدا، اللون ما بيتغيرش عن كده يا جماعه، اللون بتاعها بيتنه كده. ايه لو حتى والله تنتها لتاني يوم، احنا في اشاعة بتقول ان طبعا الملوخية بتتاكلش تاني يوم، يعني حتى لو بقى طبق تاني يوم وهكبه او هحطه لمؤاخذة يعني للطيور او حاجة، بيتن اللون بتاعه جميل جدا جدا. اوعدك لو عملت بالطريقة دي هتتعبي، والطريقة هتعجبك جدا ومش هتتعبي نفسك خالص خالص. يلا اوام اعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفاد، واتمنى تدعموني باللايك والشير. سلام.